سيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، مرحبا بك مجددا. سيد إبراهيم، يعني تابعنا القصف الغاشم الذي تقوم به إسرائيل تجاه قطاع غزة، ويمكن يعني في الأخير قصف مستشفى المعمداني كان من اهتز له العالم بأسره. كيف ترى برأيك سيكون التدخل في المرحلة القادمة، سواء من الفاعلين الدوليين أو الإقليميين؟ هذه مجازر تتوالى فصولا في عملية إبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني، يذهب ضحيته الأطفال والنساء والشيوخ على بالدمار تحت أنقاض منازلهم التي تقصف بآلة الحرب الإسرائيلية التي تواصل عمليات الإبادة الجماعية في كل حارة وفي كل شارع وفي كل مدينة ومخيم في غزة الجريحة النازحة. نعول كثيرا على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها شقيقة مصر لجهة لجم شهوة القتل التي تستبد بقادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتوفير ممرات آمنة لإدخال المواد الغذائية والتموينية إلى قطاع غزة، وكذلك المسعفين والأدوية مواجهة هذا الكم الكبير من أعداد الجرحى والمصابين الذين فاضت بهم المستشفيات في نعم سيد إبراهيم، ما زلنا نتابع معك سيد إبراهيم. على رأسك. نعم، يبدو أن هناك يعني مشكلة في الاتصالات. سيد إبراهيم، سيد إبراهيم، ما زلنا معك عبر الهاتف من شاشة القناة الأولى المصرية. نتابع مع حضراتكم الآن هذا القصف الحي واستمرار هذا القصف منذ 13 يوما بشكل مستمر. أصبح الآن لا يفرق بين نساء أطفال أو شيوخ أو مستشفيات، ويمكن هذا ما نتابعه في الفترة الأخيرة من اعتداء غاشم من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا نتابع ألسنة اللهب وتصاعد أعمدة الدخان التي يعني تنتشر في سماء غزة. يعني دعينا الله عز وجل أن تتوقف هذه الهجمات الشرسة، ودعينا أن يكتب السلام لأهلنا في فلسطين جميعاً.